الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم المصري 2-0 كل جدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن. واضح واحنا بنتكلم في الهاف تايم ان التغييرات كان لازم يبقى لها دور يعني. الحقيقه زياد طارق من وقت للتاني بيكتسب ثقه داخل الملعب وبيعمل حيويه جوه الملعب وبيعمل روح. كلمك كوره بقى، انا كواحد زي اليو ديونج انا محتاج لعيبه جنبي تبقى عندها كوره عندها امكانيات. اما اديله كوره يقدر يبني لي ويطلع معايا ويعمل شكل فردي او يعمل باص سليم. في لعيبه ما زالت تحت حاله الاجهاد يعني، مش التركيز بتاعه مش كامل، الحاله البدنيه بتاعته مش كامله يعني. واضح في الكره اللي ضيعها صلاح محسن، صلاح محسن لو بدنيا وتركيزا اكيد هيحط الكره دي بشكل تاني خالص. انما بعده عن الملاعب ودخوله وخروجه واصاباته كان. فواحد زي زياد طارق النهارده نزل الحقيقه وانا بتفرج عليه كمشاهد يعني بحس ان في امل، اللي هو الكونتر اتاك اللي ما كانش يعني اول هاف تايم بدور عليه او طول المباراه انا بدور عليه. ان في محطه بقت موجوده اقدر يعني اعمل غزوه منها، اعمل عرضيه منها، اعمل لغه بيني وبين كريم فؤاد او ايام محمد هاني او ساعد معاد مداني لما كان بيلعب في المنطقه دي. شكل الملعب بقى لك انت السيطره، مع طبعا النادي المصري تاني شوط حسيت برضو ان جاله حاله اجهاد كله ومفيش اي حاجه غير كره طويله بيعتمدوا على منطقه رامي ربيعه ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم. انما دول المركزين الحقيقه، دول اللي رافضين اي حاجه تخترقهم. اخترقتهم واحده في قطعها علي لطفي باجاده كويسه قوي، وجريندو حطها بشماله، دي الفرصه الوحيده اللي جت للنادي المصري وكان يقدر يحرز منها هدف يعني. فانا شايف ان التغييرات والدخول اللعيبه وفي وقت كويس عمل الطفره وعمل الاستحواذ للنادي الاهلي ورايح بقيه اللعيبه كمان نفسيا اللي بتلعب، شال عنهم، حسوا ان في حاجه متغيره. فضل بيرستاو الحقيقه يجري في الملعب بالعرض على طول. خروج مكسيوني، مكسيوني مازال مش عارف ياقلم نفسه جوه برتيتة الاهلي او مجموعه الاهلي. فقد هو لعيب كويس. انا عايز اقول لك على حاجه، كلنا بنقول عليه لا هو مش، لا هو سريع جدا، دريبلر تحرك، انما بس مش متاقلم، مش عارف يخش جوه مع اللعيبه، مش عارف يعمل الهارموني بينه وبين اي سنتر فيرود بيلعب زي صلاح مثلا، مفيش اللغه. فاكر لغه قفشه ومحمد شريف وبتاع، في بيبقوا دويتات كده في الملعب، حتى الدويتو بتاعه هو بيرستاو مش ماشي، مش ناجح. هو لعيب عايز زي ما انا قلت لك على محمد فخري، عايز فرقه اطرافها زي النار بتعدي وعرضياته. وهو اول ما جه لو تفتكر جاب جولين مش كده من الحاجات دي، ايام ما انت كنت واقف على رجلك وفرقتك قاعده بتطلع اطراف وبيلعب بالعرض واثنين ثلاثه بيعملوا شوتشات جوه، فالكره تنزل له هو فهو بشماله يحط، وعمل واحده بليسنج مره قلنا ده كتب اسمه النهارده، كتب اسمه يعني. ف التجربه اللي احنا شغالين فيها تجربه التطعيم والدخول والخروج بين اللعيبه كلها اللي موجوده دي، انا اعتقد انها تجربه ناجحه جدا. احنا كلنا كنا بندور على الهويه اللي الكوتش لعب بيها النهارده او بالتيم اللي لعب بيه النهارده بالتغيير. احنا كنا بنقول هيبقى احمد سيد غريب بياخد فرصه ثانيه، وهيبقى زياد طارق من الاول، ويطعم زي ما انتوا قلتوا بيرستاو معاهم مثلا، ده كان هيبقى شكل طبيعي جدا. انما هم ليهم رؤيه في الهويه كلها تبقى قدامهم، اللعيبه كلها تبقى قدامهم، وده من حق المدرب اللي جه الحقيقه، من حق الجهاز اللي جه انه يكتشف بنفسه ايه انسب مجموعه يقدر يبتدي في الماتش اللي جاي. يعني الماتش اللي جاي ما افتكرش ان هو بيثبت تيم، هتلاقيهم هم نفس المجموعه اللي ابتدى بيها، لا هتلاقي في ناس دخلت عناصر تانية، هو بيستغل الفرصه دي عايز يشوفها. فهو ده المبدا اللي احنا هنتعامل معاه بقى.
عشان احنا ما نرجعش نقول ايه التيم ده كان لازم يبتدي بيه. قصدك ان الماتش الجاي هتلاقي توليفه ثانيه، هتلاقي ممكن تلاقي محمد خليفه نصير مثلا موجود ممكن تلاقي حسام حسن هو اللي ابتدى مش صلاح محسن، ممكن تلاقي سيد غريب رجع تاني. الدخول والخروج ده بقت ملكه للجهاز الفني اللي موجود، الخريطه بتاعته عنده هو، مش عندي انا وانت او عند الجماهير او عند الناس اللي بتتفرج، مش حكايه على هوانا احنا، حكايه في شكل ومخطط للجهاز الفني دلوقتي هو شغال عليه اكيد بالورقه والقلم كده، بيقولوا هنعمل 1 2 3 النهارده، فلان خد قد كده، في طبعا معاه 4 افراد عندهم تحليل لكل لعيب لعب قد ايه والشكل عامل ازاي. محمد محمود النهارده هل كان في طفره من نقل الملعب للناحيه الثانيه وده حصل فعلا، التعامل مع الكوره لما جات لي، في لعيب بيبقى مش يعني تعبان مش عايز الكوره تجي لي، انا ما بطلبش الكوره ولو جات لي هروح اعملها كده سيفتي اوت بس ما تتدعش مني وتروح جول، لعيب ثاني يروح عامل فاول هاخد انذار بقوا بيفكروا بالويننج ازاي اطلع من الماتش ده كسبان بعد ما جبنا الهدف وجالهم الهدف الثاني. فالهويه والشكل اللي انت شفته ده شكل فيه ازاي انا فاكر لما كنا عادل بنتكلم نقول بنكسب 1-0 ازاي نطلع كسبانين خطه الثلاث نقاط ازاي نطلع بالثلاث نقاط. احنا ما كناش موافقين على ال 45 دقيقه الاولانيين، انما بالتغييرات اللي انا عايز اقوله اوصل لك يعني ان هو اللعيبه اللي قاعده بره مركزه برده وشايفه في ثغرات في الملعب استغلوها اللعيبه اللي نزلت، يعني اللعيب اللي قاعد بره ده شايف الملعب، انا لو هنزل هعمل ايه؟ نفذ. حتى محمد هاني اللي احنا كنا قلنا له غيره وجابه ناحيه الشمال، ها قلنا كريم فؤاد ما بيلعب ناحيه الشمال بالصدفه وبالنحراره والحماس والروح هو اللي عمل الجول لوجوده فين؟ الجول الثاني لوجوده فين؟ لوجوده عنده 18 بتاع الماتش بيكمل راجل كسبان ما قال لك لا اقف ورا، لا 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 عنده روح ومتابع وعايز يحسن صورته وعايز يطلع الكره اللي عنده في ظل امكانيات اللعيبه برده الفرقه بتلملم اوراقها. يعني انت فرقتك بتلملم اوراق بس الاوراق دي كلها دلوقتي بقت في ايد الجهاز الفني كله. فاتوفقنا النهارده الحقيقه ب مباراة متوسطة بالنسبة لنا بهدفين كان ما كانش في الامكان احسن من مكان ده، يعني اللي حصل ده دلوقتي والريسيو ده ولولا ان انت كسبان 1-0 كان هيروح لعبها على طول للونجرايت، انما بص الباص بص خلاص بعد ما بتكسب 1-0 بتكسب الثقة، الثقة عندك بص ايمن هنا في الهدف الثاني ده انت بتكسب ثقة صحيح يعني خلاص تك 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 اللمسه الواحده دي نموذجيه اللمسه الواحده دي يعني انا خلاص انا فريش بقيت والراجل بيتعامل مفيش سرعه في التنفيذ مفيش خوف وهو بيحطها زي الكره الاولانيه بتاعت صلاح محسن ما هي بتاعت صلاح محسن دي ديسايد يعني لو جبتها دلوقتي انا خلاص الماتش بقى بتاعي بقيت انا راكب الجيم خلاص فدي لا انا كسبان 1-0 فاعتقد ان بص منظر الملعب حتى 2-4-5 بيعملوا كونتر اتاك انا ما شفتش الكلام ده في الشوط الاولاني صحيح دول 4-5 لعيبه بتعمل كونتر اتاك بمواجهه حارس المرمى يعني مواجهه الهدف نفسه اللي هو المعلومه بس هجمه نموذجيه مرتده طبعا يعني ما فيها سرعه وفيها التغيير كل تغيير ملعب هاني هنا تغيير محمد محمود حسام حسن تحرك فكل اللي حصل في الشوط الثاني اترجم في الهدف ده صحيح فمبروك الثلاث نقاط والى شكل تاني وحديث تاني في مباراه تانية ان شاء الله نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي زي المصري بيلعب لحد الدقيقه كام ايوه صح يعني مفيش خطوره خلاص عليك انت خلاص بيوصل يدي حماس لحد تايم محدد خلاص بعد كده الفرقه لما بتفتقد يعني خلاص لما المخزون البدني بيقل طول ما انت محافظ انت ماشي كويس. الشوط الثاني على فكره انت لو عندك يعني عايز رغبه اكتر هتسجل اهداف كتير على فكره بس انا هقولها بعد كده يعني بس هقولها لك دلوقتي عشان ايه ما اخبيش عليك ما تخبيش عليا طب تقولي سر هتقولي سر الطريقه اللي لعب بيها النادي الاهلي النهارده استنزف بيها لعيبه المصري البدنيه طب 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 تركيز ده اللي قلنا عليها يا كابتن يعني
طول ما انت محافظ بالظبط كويس بشكل كويس تمام، وده برضو وبقسني على الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بها نادي الاهلي، خامس مباراه على التوالي تقريبا سادس مباراه ما يخرجش فيها هدف، ما دخلش ولا جول كلين شيت، حاجه يعني حاجه محترمه جدا الحقيقه. ده دي اهم حاجه في الكوره، عايز تكسب الاول ما يجيش في جول مظبوط، وتدور على المكسب دفع كويس مظبوط. انت النهارده ايه اشتغلت على المصري صح خلاص، فضلت مقفل بشكل كويس لحد ما خلاص الطاقه اللي موجوده عند لعيبه المصري استنفذت خلاص، فتقدر تبقى ايوه تتسجل اهداف. بلال عارف عبد المنعم ومتولي وربيع الماتش الجاي هتلاقيهم احسن، خلاص بقى انفهار من جامد وحسوا بقيت انا في الحته دي خلاص متمكن مكسب ومكسب اتعرضت لكذا حاجه. انا معاك يا بلال في دي قوي، انه فعلا فرقه المصري في اخر 20 دقيقه مش موجوده، ما بتبقاش موجوده مظبوط، بس مش المصري بس، اي فرقه بيمسكها حسام حسن. لا ما انا بتكلم على ستايل حسام حسن، انا بتكلم على ستايل حسام نفسه يعني اخر 20 دقيقه في كل الماتشات اسلوب لعب يعني. طب لانه طول الوقت بيعتمد على الحماس فقط، لا حماس 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 وعمر ما الحماس طول الوقت يعني بيديك وفره في الجهد صح، الحماس بيخلي حماس بدون تكتيك عالي يعمل ايه؟ يعمل لك الاجهاد ده، لكن لو انت حماس وبتعمل الحته اللي انت عايزها بفنيات وتجيب هدف وتجيب التاني وتقف ورا بعديها اوكي هتبقى كويس، لكن هو دائما الحماس 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 والحماس ما يجيبش بطوله، الحماس يحسن مركز، واحيانا مش مع جميع الفرق، يمكن الفرق اللي هي الـ 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 الكبيره بتبقى امكانياتها عاليه من اللاعبين فالحماس ممكن يستفاد منه، لكن الفرق المتوسطه اللي محتاجه تاكتكس المفترض انه بعد 20 دقيقه بعد 70 دقيقه زي ما انت بتقول انا معاك في دي تماما، وبالذات مع حسام حسن. كابتن اسامه الف مبروك، النتيجه طبيعيه وفوز مستحق برغم ان الاداء كان متوسط، ولكن الاهلي كان افضل من المصري الشوط الثاني في النص الاخير منه بعد التغييرات بعد التغييرات، لانه في اول 10 دقائق من الشوط الثاني المصري كان ضاغط بصوره كبيره وجريندو اضاع كره سهله جدا لعلي لطفي طلع على استون اوموتو وقعت لجريندو الجون فاضي حطها فوق العارضه، ثم كره الكورنر اللي على القائم الاولاني اتلعبت بالهيد لورا مرت بجوار القائم ايوه هي ديت ايوه ثم في فاول خطر على ال 18 بس اهديت علي لطفي مسكها كويس. النادي الاهلي تحول تماما من الدقيقه 62 بعد التغييرات، النادي الاهلي قبل التغييرات لا خطوره صعب تجيب جون، لكن بنزول حسام حسن وزياد طارق وكريم فؤاد مكان صلاح محسن ومكسوني ومحمد اشرف ابتدت الشراسه غير الشكل، ابتدى في روح عاليه، ابتدى في زياده عدديه داخل ال 18، ابتدى في عدد بقيت في عدد داخل ال 18 من لعيبه النادي الاهلي، بقى في حماس، زياد طارق عامل شغل جابها ناحيه اليمين مع كريم فؤاد، حركه هاني ناحيه الشمال رغم انه صعب عليه يلعب في الظهير الايسر، ولكن كان عمل نشاط في الشكل الهجومي اكثر من محمد اشرف لما اتغير، بقى في 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 اصرار انك اتغير شكل هجومي، شكل هجومي اتغير، احنا الشوط الاولاني قلنا لا اختراق مفيش تسديد مفيش لغايه كره ضربه الجزاء طبعا اللي جت على الشاشه دلوقتي ضربه جزاء سليمه 100% دقيقه 80 ادت روح كمان زياده ودافع للعيبه ان يكملوا المكسب. المصري عمل تغييرات انا شايف ان هي متاخره وفتح خطوطه بطريقه انا شايف ان هي متاخره، نزل مرعي وعموري وحمودي في الدقيقه 82 متأخر بعد هدف النادي الأهلي، جازف بقى جازف انه يخش يعوض في كوره طبعا اوفسايد 100% اللي هي حصل فيها دربكه، لكن النادي الأهلي قدر يستغل اخر كوره في الماتش بهجوم مرتد سريع اتعملت حلوه قوي وحسام حسن جاب هدف جميل، فانا شايف انه اداء النادي الأهلي الهجومي تحسن بعد الدقيقه 62 بنزول حسام حسن وزياد طارق وكريم فؤاد، لان النهارده كان في علامه استفهام على صلاح محسن على مكسوني، محمد اشرف لسه بنقول ناشئ وواعد لكن ما كانش بزود في الناحيه الهجوميه، فكل العوامل دي كانت مش مخليه الاهلي ليه خطوره
يعني ما فيش مش حاسس بقومي. انك انت بتهاجم بشكل كويس. لكن الثلاث تغييرات دول تحديدا عملوا شكل وفرق في زياده الهجوميه واللعبه الهجومي، وفوز مستحق. وحاجه جميله انه نكسب فرقه زي المصري في الظروف ديت بالشكل دوت وبهدفين، وبنكمل مسيره ماتش الاتحاد اللي فات. صحيح. كابتن عادل الف مبروك، الاهلي يستحق الفوز والمصري يستحق الهزيمه. والله بص يا كابتن، النادي الاهلي بيلعب الفتره دي الماتشين اللي فاتوا بس فاهمها كويس يعني مش الاهلي يعني، بمعنى ايه؟ ان هو نزل شويه بليفل الدفاع يعني احنا طول عمرنا احنا اللي بنعمل الفعل الفعل الفعل، في احيانا اوقات انت بتضطر انك انت تنزل شويه من الليفل اللي انت فيه، يعني دافع شويه. العالم كله بيعمل كده دلوقتي يعني، انت فاكر الماتشات اللي قبل كده لما كنا مجاهدين وبنقول مجاهدين باللعيبه، هي ايه المشكله ما بين الماتشات دي والماتشات دي؟ ما هنا اللعيبه وهنا اللعيبه، هي خلي بالك والله هي ويمكن اللعيبه الثانيه كمان لو كانت موجوده بتلعب بنفس الطريقه اللي انت بتلعب بيها دلوقتي اللي هي انك بتدافع. النهارده النادي الاهلي ما بذلش مجهود كبير، اتفرج على الوقفه مظبوط. فاكر لما كنا بنتكلم يا كابتن وقلنا ماتش بيراميدز لو فاكر؟ ايوه. وريكاردو طلع قال احنا مجهدين، انا ساعتها قلت لك طب لعبنا ليه ضغط عالي؟ لكن لما تلعب في مباريات الاجهاد، في مباريات المكسب التلت الاخير من السنه اللي هو الوقفة، وقفت النهاردة كويس كسبت 2-0، كسبان المصري يعني براحة، يعني مش دي ماتشات المصري اللي طول عمرها بتبقى فين الدية معاك. انت النهاردة كسبان المصري، انت كنت احسن من المصري كتير النهاردة ومستحوذ اكتر من مصر كتير النهاردة. ليه؟ عشان الوقفة اللي انت بتقفها. فانا احيانا كده لازم انزل شوية بالليفل بتاع النادي بتاعي، مش كنادي، بطريقه لعبي، بتكتيكي. يعني دلوقتي العالم كله يعني المان سيتي بجلاله قدره افضل فرقه في العالم في الوقت الحالي، بس اول ما بيبدا مع كل الفرق بيلعبها من نص ملعب واحيانا بينزل لتحت، لان بقت هي دي الطريقه بتخليك تختصر جهد وبعدين تخلي الفرق تجيلك. هي ايه مشكله الاهلي مع الفرق المصريه؟ تعالى كده نبحث في الامر ده. كله بيلعبك بال 30 يارده الاخيره، وكله بيلعبك دفاع منظم ودفاع قوي جدا، وكله بيبقى حماسه ازيد من اي مباراه. يعني انا اتفرج على الفرقه مثلا، اي فرقه في الدوري تلعبك الاسبوع ده ابص الاقيه حماس منقطع النظير، الاسبوع اللي بعده اتفرج عليهم مع الفرقه مختلف تماما، ما كانهمش بيلعبوا، لانه هو ده العيد. يوم العيد عندهم من النادي الاهلي اللي بيلعبوه، فكل الفرقة بتلعبك من 30 ياردة الأخير. طب ما فيش مانع إن أنا لعبهم من 30 ياردة الأخير، هيعملوا إيه؟ هيفضلوا أفل في 30 ياردة الأخيرة؟ لا، هيضطروا إن هم يجوا لك. أيوه. ما دي فكرة النهاردة حصل كده.